السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل وجيت نشوف الجديد اللي دخلوا اليوم، بقوا معايا. واول حاجه غادي نديها لكم هي جابوا هذه الخزانه اللي هي خاصه نتاع الماكينه نتاع التصبيغ. هذه نتاع الخشب عندها جوج بيبان كتفتحوهم كديروا فيهم اما الفواط اللي هي مقسومه على الداخل كما كتلاحظوا. هذه راه هي عندي وفيها هاد جوج ايطاج تحطوا فيها اللوازم تاع التنظيف او لا تحطوا فيها حتى الديكورات اللي بغيتوا باللون الابيض. هذه الثمن ديالها 49 اورو 99 سنت. وجابوا هذه الكاميله اللي فيها 5 في 1 كتقليو فيها. شوفوا شنو فيها كاع، فيها هادو كاملين اللي كتهز 900 كتفوروا فيها كتقليو فيها الفريت المقليات اللي بغيتو ب 34 اورو 99 سنت. ودخلوا هاتي هذه البنات اللي كتمشي فوق البوتاكاز الا بغيتو ما غاديش تبان، كنحتفظوا حتى على البوتاكاز ما غاديش يوقع ليه حتى شي حاجه، اللي هما نتاع الشاش وفيهم الاشكال. كاين اما هذا الشكل، كاين هذا نتاع الفواكه او اللي كيبغي سامبل هذا داير بحال مارمو لي تمن ديالهم 7 اورو 99 سنت. وجابوا هاد المكنسه الكهربائيه، هذه كتسيق لكم الدار ماركه نتاع ليدل، كتسيق لكم بالبخار. وكاينه هذه نتاع السراجم فيها جوج في واحد، الثمن ديالها ب 39 اورو 99 اللي كانت ب 49 اورو 99 سنت. وكاينه حتى هذه المكنسه الكهربائيه، هذه يدويه ماركه نتاع ليدل، كتنظف لكم الغبره وحتى السوائل، اللي كانت ب 29 اورو 99 رجعوها ب 24 اورو 99 سنت. وكاينه هذه هي الماركه اللي كتمسح لكم السراج. بصراحه راه هي عندي ولكن ماشي هذه الماركه، عندي واحد الماركه بوحدها بعدا كنت شتها من ليدل عاونتني بزاف. هذه شوفوا راه بقات غير وحده، باش غادي تشوفوا راه هي مطلوبه بزاف. اللي كانت ب 64 اورو 99 كان رجعوها ب 39 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد المكنسه الكهربائيه، هذه راه هي ماركه تاع الاسم ماركه معروفه. هذه شوفوا التخفيضات اللي داروا فيها، كانت ب 299 اورو رجعوها ب 179 اورو. وكاين حتى هاد الاله، هذه ماركه تاع ليدل اللي كتنظف لكم كلشي غير بالبخار بحال الكالك اللي كيكون في الروبينير الارضيه، تسيف لكم البخار. وعندها هذه كتنظف لكم بحال الكاوتش او السدادر وحتى السراجم او المرايات، فيها عديد تاع الاستعمالات. الثمن ديالها 29 اورو 99 اللي كانت 39 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى المنظمات نتاع الثلاجه، كاينه هذه، هادي راه هي كتفتح كتولي كبيره حيت راه هي عندي كانوا جابوها العام اللي فات، كديروها فوق البلاكار نتاع الثلاجه. وكاينه هادي نتاع تاع البيض لي الثمن ديالهم 2 اورو و99 سنت. ودخلوا هاد السلايف اللي هما نتاع السلطه ديروا فيهم اللي بغيتو نتاع الحديده او لا تضربوا فيهم بحال هادي فيها 5. وكاين هادي فيها 3 عندهم الأغطية ديالهم، هادو 3 صغارين مع الأغطية ديالهم لي تمن ديالهم 9 اورو 99 اللي كانوا ب 12 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد المنظمات، هادو نتاع بلاستيك اللي فيهم جوج في الباكية وفيهم اللي بغيتو العطرية بحال الدقيق الزيت، كاين هادو فيهم جوج، هادو فيهم 3، هادو كيجيو رقاقين الثمن ديالهم 4 اورو و99 سنت. ودخلوا هاد المنظمات، هادو خاصين هكا في الماريو او في شي خزانه كتنظم لكم تحطوا فيها اللي بغيتو هنايا. وكاينين هادو كتحطوا فيهم الملابس الملابس او الاغطيه في الباكيه فيهم جوج، الثمن ديالهم 4 اورو و99 سنت. وكاينين هاد العلب اللي في الباكيه فيهم 4
كاين اما هادو صغارين فيهم 4 او لا هادو شويه مستطيلين فيهم 3، فكاين اختلافات. 3.99 أورو. ودخلوا حتى هاد العلب اللي في الباكيه فيهم 4، هادو كيجيو رقاق اللي كيصلحوا هكا الفورماج والحاجه اللي كتكون خفيفه. الثمن ديالها 1.99 أورو. وجابوا هادو، هاد المعلقه تاع بلاستيك وعندهم هاد البلاصه تاع السيليكون. كاين هذا اللي كنهزوا به، وكاين الغراف لي الثمن ديالهم 3.99 أورو. وكاينين هادو، هاد الزلايف تاع بلاستيك وتباصل، وهادو تاع السلطه 99 سنت. واما هادو البنات، هادو داروهم في هاد الغيكال حيت بنفس الثمن. كاينه هذه اللي كنحطوا عليها الكميله او المقلات، كاينه هاد العلبه تاع بلاستيك، هادو اللي كنسقعوهم في الحيط وكنسقعو عليهم شي حاجه، كاينه هذه اللي فيها 3 هاد العلب صغارين او لا هادو والمواس، وكاينه هذه كنعصروا بها الحامضه كنجيبو من تاع بلاستيك او المنظمات، هادو فيهم جوج هاد العلب نتاع بلاستيك، وهادو اللي كنديرو فيهم الماء كنحطوهم في المجمد. كاينين هادو اللي كنحطوهم هكا تحت الزربيه باش ما غاديش تبقى تحرك او لا الداخل نتاع البلاكار كمنظمه. وكاينين هادو هاد العلب نتاع الجاج، كاين هادي نتاع بلاستيك والسينيه نتاع بلاستيك، هادو كاملين بنفس الثمن أورو. راه فيهم حتى هادو، حتى قلت لكم الثمن عاد لقيت طلعت راسي الفوق. هاد الصفايه وهاد الكؤوس تاع بلاستيك فيهم 3، وهاد السلات هادو كاملين بأورو، وهاد اللي كنوزنوا بها المليلتر والغرامات فيهم جوج 3 تاع الالوان. ودخلوا هاد التريكويات اللي هما تاع النساء تاع هاد الماركه، كاين هادي اللون وكاين هذا 19.99 أورو، اللي كانوا ب 59.95 أورو. ودخلوا هاد التيشورتات نتاع هاد الماركة، كيجيو نسك نتاع الرجال وفيهم الألوان، لو كانوا ب 69.95 أورو رجعوهم 19.99 أورو. ودي جابوا حتى الطاولة نتاع المصلوح نتاع هاد الماركة، كانت ب 44.99 أورو رجعوها 39.99 أورو. وبنفس الماركة كاينة هادي تاع مشير تاع الملابس اللي كانت ب 42.97 أورو رجعوها ب 27.99 أورو. وكاينين حتى هاد المنظمات نتاع بلاستيك، هادو كبارين، كاينين هادو عندهم كاملين عندهم روايض، اما هادو كيجيو غارقين الثمن ديالهم 6.99 أورو، اولا هادو اللي كيجيو رقاقين هادو زوينين للبنت كيصلحو بحال تحت الناموسيه، الا عندكم الناموسيه شويه هكا كاين بلاصه فين تخشيو شي حاجه عمليه بحال الافريشه. الثمن ديالها 9.99 أورو، ما كتدخلش لكم بهكا الغبره مع الغطاء ديالهم. وكاينين حتى هاد السلات نتاع الملابس اللي كتكون هكا موسخه نتاع مشير ب 4.99 أورو. وخلاص دخلوا هادو، هادو اللي كنسيقوا بهم الدار تاع هاد الماركه اللي هي معروفه، كاينه هاد الشطره هادي كنحيدو بها الغبره، الثمن ديالهم 2.99 أورو. وكيما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم ليدل، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.